بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الأول إعدادي، زوج حبايبي، هناخد النهاردة درس متوازي الأضلاع وخواصه. هنكمل مع بعض الدرس يا أولاد. إحنا بدأنا المرة اللي فاتت مع متوازي الأضلاع وخواصه، اتكلمنا خواص متوازي الأضلاع، كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول متوازيين، وقطران ينصف كل منهما الآخر، وكل زاويتين متقابلتين متساويتين في قياس، وكل زاويتين متتاليتين مجموع قياسيهما 180 درجة. احنا هنكمل التمرين يا ولاد. مسألة رقم 8 بيقول لي في الشكل المقابل أ ب ج د متوازي أضلاع في قياس زاوية أ ب60 درجة وقياس زاوية واو ب ج ب40 درجة، وعندي واو تنتمي للقطعة أ د، أوجد قياس زاوية أ ب واو. الشكل ده متوازي أضلاع وأنا عايز أجيب زاوية أ ب واو، الزاوية اللي هنا. طب البرهان بتاعنا إيه يا ولاد؟ عندي متوازي أضلاع من خواص كل زاويتين متتاليتين مجموع قياسيهما 180 درجة. يعني تيجي تحل المسألة هتقول له بما أن الأول كده خالص الشكل اللي عندك، الشكل اللي هو أ ب ج د ده متوازي أضلاع، إذا كل زاويتين متتاليتين مجموع قياسيهما 180 درجة. طيب ده متوازي أضلاع يا ولاد، يعني زاوية أ ب60 تبقى زاوية ج برضه بإيه؟ ب60 زيها. وعندنا ايه تاني؟ ده بيوازي، شايفين ده في توازي اهو، الالف د بيوازي باء ج، وعندنا هنا قاطع لهما، يعني هيبقى فيه وضع تبادل بين زاوية واو اللي هنا وزاوية ايه؟ وزاوية واو باء ج. خلاص. وعندنا ايه تاني يا ولاد؟ لاحظ برضه ان زاوية د دي زي زاوية ب كلها. طيب هو عايز زاوية أ باء واو، طالما هو متوازي أضلاع يبقى كل زاويتين متتاليتين مجموع قياسيهما 180 درجة. فاهمين؟ طيب دي زاوية برضو أ ب60، زاوية ج زيها بإيه؟ نكتبها مع بعض يا ولاد. المقياس زاوية أ زائد قياس زاوية ب ب180 درجة من خواص متوازي الأضلاع، تمام كده؟ فبالتالي قياس زاوية أ ب و هتساوي 180 ناقص، ونفتح قوس، نقول 60 زائد 40، 60 و40 ب100، نطرحها من 180 هتبقى 80 درجة، تمام؟ يبقى طالما هو متوازي الأضلاع تلاحظ إن كل زاويتين متتاليتين مجموع قياسيهما 180 درجة. طيب الشكل المقابل اللي بعده بيقول لي برهن أن الشكل أ ب ج د ده متوازي أضلاع، واثبت إن هو متوازي أضلاع يعني. طب ازاي نثبت ان الشكل عندنا متوازي اضلاع؟ خد بالك عندك زاويه ب30 وعندك زاويه هنا ب40 وهنا زاويه ب70 درجه وفي توازي. طيب احنا عشان نثبت يا استاذ ان هو متوازي اضلاع لازم نثبت ان كل ضلعين متقابلين متوازيين، او اثبت ان في ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين في الطول. طب دي تحل ازاي؟ لاحظ انت عندك ده مثلث، شايف؟ والزاويه دي خارجه عن المثلث، الزاويه اللي هي ميم دي تقدر تجيب لي جنبها هنا تبقى 110، وتقدر تقوم جمعهم الاثنين وتروحهم من 180 تجيب دال 110 زائد 30 ب140، هنطرحها 180 تبقى ب40 درجة دال. لاحظ إن دال بقى وب وضع تبادل ب40 درجة، فبالتالي طالما الدال زي الب وضع تبادل يعني الألف دال هتوازي به ج، فبالتالي الشكل ده هيكون متوازي أضلاع. يبقى فكرة الحل بتعتمد إن إحنا هنثبت إن في توازي للضلعين الآخرين. يبقى أول حاجة تقول بما أن م تنتمي للقطعة ب د، م على القطعة ب د، وقياس زاوية ب م أ تساوي 70 درجة. دي معناها يا ولاد أنت بتقول إن في زاوية مستقيمة عندك يعني. خلاص اللي هي م تنتمي لب د، دي معناها إن عندنا زاوية مستقيمة. تمام؟ وقياس زاوية ب م أ بتساوي 70 درجة. إذا قياس زاوية أ م د تساوي 180 ناقص 70 بيديني 110 درجة. خلاص؟ بما أن في المثلث أ م د قياس زاوية أ د م تساوي 180 ناقص، ونفتح قوس 110 زائد 30 هيديني 180 ناقص 140 تديني إيه؟ 40 درجة. يبقى الزاوية تجيب 40 درجة. طب نستنتج إيه بعد كده؟ أقول له إذا قياس زاوية د اللي هي أ د ب يا ولاد
تساوي قياس زاوية د ب ج تساوي 40 درجة، وده تبادل. طالما ده تبادل هنستنتج بقى ان في توازي، اذا ا ده يوازي ب ج. طب طالما بيوازوا بعض احنا عندنا كمان في توازي معطى، وعندنا كمان ا ب يوازي د ج معطى. إذن الشكل أ ب ج د متوازي أضلاعي، يعني كل ضلعين متقابلين فيه متوازيين، خلاص عن طريق الخاصية أثبتناها. فهمتوا المسألة؟ شوف اللي بعدها. الشكل المقابل عندي أ د بتساوي د هاء و أ ب ج د متوازي الأضلاع، عايزين نثبت إن د ج دي تساوي قطعة بقى هاء. ازاي نسبة بقى د ج دي توازي بقى تساوي بقى هاء؟ دول يساوي بعض. استنى كده، عايزين نسبة ان د ج تاني على اثبت ان د ج ده وبقى هاء ينصف كل منهما الاخر. طب ازاي نثبت ان هما ينصف كل منهما الاخر؟ يعني معنى كده ان هما يبقوا قطرين مثلا جوه متوازي اضلاع. يعني لو جبنا المسطرة ورسمنا ال ب بالدال كده وصلناها، وصلنا الهاء بالجيم كده، هيبقى عندي متوازي اضلاع تاني. فلازم لو انا اثبتت يعني ان د ب ج هاء ده متوازي اضلاع، فبالتالي القطران ينصف كل منهما الاخر. طب هنثبتها ازاي يا ولاد؟ احنا عشان نثبت ان متوازي اضلاع لازم نثبت ان في ضلعين متقابلين متساويين في الطول ومتوازيين. يعني الشكل ده لو قدرت تثبت ان ب ج بتساوي د هاء وبتوازيه، يبقى خلاص الشكل ده متوازي اضلاع، يعني القطران ينصف كل منهما الاخر. طيب تعالوا نثبتها كده مع بعض. احنا عندنا متوازي اضلاع، هو جايبه لي اصلا بيقول لي ا ب ج ده متوازي اضلاع. تستفيد منها ان كل ضلعين متقابلين متوازيين وكمان متساويين في الطول. ركز كده معايا، تقول لي ما ان ج ه ده متوازي اضلاع، ماشي؟ طيب احنا عندنا، قول بما ان الشكل، اعملها تاني يا ولاد اهو، ركزوا معايا. الشكل ا ب ج د متوازي اضلاع، اذا ألف د بتساوي ب ج، وكمان الألف د شعاع بيوازي القطعة ب ج. بما أن بقى الهاء بتنتمي للشعاع ألف د على مدارها، يعني إذا الد هاء هيوازي ب ج، يبقى أنت أثبتت إن د هاء بتوازي ب ج. وكمان عندك معطى إن القطعة ألف د تساوي د هاء، ده معطى نقطة في التمرين. طالما ال ا د تساوي ال د هاء، وانت عندك ان ا د بيساوي ب ج، يعني ال د هاء هتساوي ب ج. اذا د هاء تساوي ب ج، يبقى انت اثبتت اول علاقه ان د هاء بيوازي ج، وتاني علاقه ان د هاء بيوازي ب ج. اقول له من 1 و2 نجد ان الشكل بتاعك اللي هو د ب ج هاء متوازي اضلاع. ليه؟ لان احنا اثبتنا ان في ضلعين متقابلين متوازيين متساويين في الطول. فطالما متوازي اضلاع اذا القطران ينصف كل منهما الاخر. القطران اللي هما د ج و ب هاء ينصف كل منهما الاخر. فهمناها؟ طيب شوف السؤال اللي بعده، رقم 11، يقول لك الشكل المقابل أ ب ج د متوازي أضلاع، عندي قياس زاوية ب ج د يساوي قياس زاوية هاء ب أ يساوي قياس زاوية أ، اثبت أن الشكل أ ب ج د متوازي أضلاع. عايزين نثبت أنه متوازي أضلاع يا ولاد. طيب نثبتها إزاي؟ إحنا عندنا زاوية خارجة، شايفها؟ تساوي زاوية إيه؟ ده وضع اسمه وضع ايه يا ولاد؟ وضع تناظر. يعني معنى كده ان ب ا هتوازي ج د، صح؟ طيب عندنا ايه تاني في المسألة؟ بيقول لي ان زاوية ا بتساوي زاوية ج. طب ما ا ب يعني زاوية ا بتساوي ج، يعني ا ب ج د هيبقى متوازي اضلاع. دي خاصية من خواص، فهمنا؟ يبقى تاني، احنا عندنا زاوية ب تساوي زاوية ج، زاوية ج زي زاوية ا، ب بتساوي أ، يبقى ده حرف زد وضع تبادل، يعني د أ بتوازي ال ب ج، وده بيساوي ده وضع تناظر، يعني أنت هتبقى أثبتت إن أ ب بيوازي د ج، يبقى خلاص كل ضلعين متقابلين متوازيين،
يبقى الشكل متوازي أضلاع. يبقى تقول بما أن قياس زاوية أ تساوي قياس زاوية ب وضع تبادل شايفينه؟ إذن أ ده بيوازي ب ج. وبما أن قياس زاوية ب تساوي قياس زاوية ج وضع تناظر ب زي ج مرة تناظر هاي ولاد شايفينه. إذن أ ب بيوازي ده ج. إذن الشكل أ ب ج د ده إيه؟ متوازي أضلاع. الشكل اللي عندي ده هيكون ايه يا ولاد؟ متوازي أضلاع. فهمنا؟ لأن كل ضلعين متقابلين متوازيين. طيب رقم 12 بيقول لي أ ب ج د متوازي أضلاع، هاء منتصف أ ب واو منتصف د ج. اثبت أن الشكل أ هاء شكل د د يا ولاد د هاء ب واو متوازي أضلاع، اللي هو الشكل ده. طيب هاء في منتصف أ ب، د في النص، وواو في المنتصف هنا في النص، ودي في النص. طب ما انت عندك متوازي أضلاع، يعني اللي فوق ده متوازي أضلاع، شايفه؟ ده متوازي أضلاع، يبقى كل ضلعين متقابلين متوازيين متساويين في الطول. طب ما انت عندك برضو الهاء باء هتوازي الدال هاء، لأن الهاء باء جزء من أ ب، والدال واو برضو جزء من الدال ج، فيبقى الهاء باء بيوازي الدال واو. تمام؟ وكمان بيساوي، لأن انت عندك أ ب هتساوي الدال ج، يبقى نص الأ ب بيساوي نص الدال ج، يعني الهاء باء هتبقى زي الدال واو. فانت اثبتت ان الضلعين اللي هم هاء باء بيوازي الدال واو وكمان بيوازي، فبالتالي الشكل ده او توازي الله اللي هو الجو. طيب تعالوا نثبتها كده مع بعض. بما ان الشكل هاء باء ج د توازي اضلاع، من ا ب بتساوي د ج. وبما ان هاء منتصف ا ب واو منتصف د ج، اذا هما هنا في المنتصف هنا في المنتصف، يعني تبقى هاء ب بتساوي د واو. قطعة دي تبقى قد القطعة دي، لأن نص أ ب يساوي نص إيه؟ الدال ج. فهمنا؟ طيب ما إحنا عندنا برضو هاء ب، القطعة هاء ب جزئية من القطعة أ ب، والقطعة دال واو جزئية من القطعة دال ج، جزء منها. وإحنا عندنا الأ ب مستقيم أ ب يوازي المستقيم دال ج، إذا هاء ب بتوازي الدال واو. دي علاقة واحد مثلا، ودي علاقة اتنين. نقوله من واحد واتنين نجد أن الشكل من العلاقة واحد اتنين، نجد أن الشكل اللي عندنا اللي هو هاء باء واو دال متوازي أضلاع. فهمنا؟ طيب تعالوا نشوف المسألة اللي بعدها رقم 13. قولي في الشكل المقابل أ ب ج د متوازي أضلاع، وهاء تنتمي للقطعة ب ج، وعندي المثلث متساوي الأضلاع اللي هو د هاء ج. اثبت أن أ ب بيساوي هاء ج. ازاي نثبت أن هاء ب، نثبت أن قياس، نثبت أن أ ب بيساوي هاء ج، ازاي نثبت أن أ ب ده بيساوي الهاء ج ده؟ ها لو اثبتنا يا ولاد ان أ ب ج د ده متوازي أضلاع، يبقى أ ب هتساوي الدال ج. انت عندك الدال ج بتساوي الهاء ج، يعني الهاء ج هيساوي أ ب. طب ازاي نثبتها؟ هو اقول لك ده متساوي المثلث متساوي أضلاع وده متوازي أضلاع. طب ما هي كده مظبوطه، يعني هو قايل لك اصلا ده متوازي أضلاع، خلاص حلها. هتقول بما ان الشكل اللي عندك ده متوازي أضلاع، تقول بما ان أ ب ج د متوازي أضلاع، الشكل ده متوازي أضلاع. إذا
الألف ب تساوي د ج، وبما أن د ج تساوي ه ج حيث المثلث د ه ج متساوي الأضلاع. إذن طالما هو متساوي الأضلاع، أنت قلت إن أ ب بتساوي د ج ود ج دي قد ه ج، فبالتالي ه ج زي أ ب. إذن أ ب تساوي ه ج، ده المطلوب الأولاني. طب المطلوب التاني قوة قياس زاوية بقى، هنجيبها إزاي؟ من خواص متوازي الأضلاع، كل زاويتين متتاليتين مجموع قياسيهما 180 درجة. عندنا زاوية ج ب 60 درجة، لأن ده مثلث بتساوي الأضلاع. وبما أن قياس زاوية ج تساوي 60 درجة من خواص المثلث بتساوي الأضلاع، إذن قياس زاوية ب 180 ناقص 60 تدينا 20، 120 إيه؟ 120 درجة. زاوية ب 120. عايز بعد كده قياس زاوية ه د أ، الزاوية دي هنجيب زاوية ه د أ إزاي؟ فكر معايا كده. احنا عندنا ده مثلث متساوي الأضلاع، كل زاوية من الزوايا داخلة ب 60، 60 و60 و60، وزاوية د كلها زائد قياس زاوية ج ب 180 درجة. وبما أن قياس زاوية د زائد قياس زاوية ج ب 180 درجة، إذن قياس زاوية أ د ه تساوي 180 ناقص 60 زائد 60، يبقى 180 ناقص 120 يديني 60 درجة. الزاوية اللي هنا قياسها بكام؟ 60 درجة، اللي هي الزاوية اللي فوق. فهمنا؟ طيب رقم 14 بيقول لي أ ب ج د متوازي الأضلاع فيها بتنتمي لب ج، وعند الشعاع ده الهاء بينصف الزاوية الزاويتين المستوتين في القياس، يعني كل زاوية من 64 درجة. عايزين نجيب قياس زاوية د هاء ب، الزاوية اللي هنا هنجيبها ازاي يا ولاد؟ الزاوية اللي هنا دي خد بالك ده 64 وده 64 زيها، يعني ده بينصف وده متوازي الأضلاع، يبقى زاوية ب اللي هنا زي زاوية التال كلها، 4 و4 8 6 و6 12 يعني 128. طب زاوية أ هجيبها ازاي؟ أقول له 180 ناقص 128 من المتوازي اللي عندي، هو عايز د ه ب الزاوية اللي هنا. طيب دي ب 64 من 64 يبقى الزاوية اللي هنا، وال 180 ناقص 64، تعال نحلها كده يا ولاد مع بعض خطوات أحسن. تعال نشوف، بما أن افهم كده التمرين معايا، الشعاع هتقول بما أن الشعاع ه د ده بينصف زاوية د، قياس زاوية د بتساوي 64 زائد 64 كلها ب 128 درجة، فاهمين؟ وبما أن الشكل أ ب ج د متوازي أضلاع، الشكل اللي عندك ده متوازي أضلاع، هتستنتج إيه؟ إن قياس زاوية ب تساوي قياس زاوية د تساوي 128 درجة. ماشي، ب 128 والزاوية اللي فوق ب 128. طيب عندنا ايه تاني نقدر نجيب زاوية ج من هنا؟ وقياس زاوية ج هيبقى 180 ناقص ال 128، قياس زاوية ج بتساوي 180 ناقص 128، لأن زاوية ج و د مجموع 180. ها اطرحهم من بعض، دي بقت 10 ناقص 8 ب 2 من 7 ناقص 2 ب 5، طلعت ب 52 درجة الزاوية اللي هنا. تقدر بقى تعمل ايه عشان تجيب زاوية ه ديت؟ عندك طريقين، يا اما انت هتجيب زاوية ا برضه ب 52 وده شكل رباعي مجموع الزوايا الداخلة ب 180 درجة 360 وتجيب زاوية ه، او تجيب من المثلث ده تجيب الزاوية ه اللي هنا وبعدين تطرحها 180 تجيب اللي جنبها، نجيب ه يعني من المثلث، فاهمين؟ هو طالب ايه في المسألة؟ زاوية ا ب ج، احنا جبنا ا ب ج خلاص ب 128 اللي هي زاوية ب يعني. تعالوا نكمل بقى نجيب الزاوية اللي هي ايه؟ د ه ب. بما ان قياس زاوية ا هنحلها يا ولاد من الايه؟ من الشكل الرباعي ده، طريقة تانية يا ولاد ماشي غير طريقة المثلث. وبما ان قياس زاوية ا بتساوي قياس زاوية ج تساوي 52 درجة، بما ان الشكل ا ب ج د توازي اضلاع، اذا قياس
زاوية ده بتساوي 360 ناقص الزوايا اللي هي 52 و128 وال64، 2 و8 10، 10 و4 14، 6 و2 8، 8 و6 14، اطلع بالواحد، 10 ناقص 4 6، 5 ناقص 4 1، 3 ناقص 1، يعني 116 ايه ضربة تلات الزاوية، 116 المطلوبة هنا. يبقى جبناها من الشكل الرباعي اللي هو قالب باء د، مجموع زوايا الداخلة 360 درجة، جمعناهم 64 و128 والزاوية اللي هنا اللي هي 52 اللي هي اللي فوق اللي جبناها، وطرحناهم من 360 طلع ناتج 116. طيب السؤال اللي بعده، الشكل المقابل، واللي برهن ان الشكل ا ب ج د متوازي اضلاع، عايزين نثبت ان ده متوازي اضلاع والزوايا موجوده هنا على الرسم يا ولاد. طيب عشان نثبت ان هو متوازي اضلاع، لو انا جبت زاويه ب من المثلث ده ولقيتها ب 65 زي ده، خلاص يبقى متوازي اضلاع، لان من خواص متوازي الاضلاع كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس. شوف كده البرهان مكتوب مع بعض. هنقول اول حاجه ايه، بمعنى في المثلث أ ب ه قياس زاوية ب تساوي قياس زاوية أ زائد قياس زاوية ه، الاتنين دول كلهم مطروحين من 180، هتقول 180 ناقص مجموع الزاويتين اللي عندك دول، زاوية ب بتساوي 180 ناقص مجموع الزاويتين، يعني هتساوي 180 ناقص، نفتح قوس كده نحط جواها 45 زائد 70، يبقى 180 ناقص 5 أو 0 هي 5، يبقى 7 11، نطرح 180 ناقص 115 يديني 65 درجة. فهمنا كده؟ ربنا قالنا قياس زاوية ب تساوي قياس زاوية د من خواص توازي الأضلاع. إذا الشكل أ ب ج د متوازي. فهمنا التمرين؟ طيب المسألة رقم 16، الشكل المقابل بيقول لي احسب قياس زاوية أ ب ه، عايزين نجيب الزاوية دي أ، زاوية أ ب ه، ركز معايا كده، زاوية أ ب ه زاوية، هنجيبها ازاي؟ احنا عندنا اتنين متوازي أضلاعهم، ده متوازي أ ب ج د وهاء ب ج واو متوازي أضلاع برضه، طالما متوازي أضلاع يبقى كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس، يعني زاوية واو ب50 تبقى الزاوية اللي هنا ب50، وهنا 115 يبقى زاوية ج بتكملها تبقى قياسها ب65، 115 يعني تطرحها من 180 يعني، فهمنا؟ تبقى 100 ايه؟ تبقى ب65 الزاوية. طيب وعندنا ايه تاني؟ زاوية ب كلها في المتوازي ده قياسها 115 زي اللي قبلها، فيبقى الزاوية اللي هنا تقول 115 ناقص 50 يبقى 65، يبقى زاوية ب كلها ب 115 زي اللي قبلها يعني. تعالوا كده نكتب برهان، هنشتغل أول متوازي أضلاع، بما أن متوازي الأضلاع هاء ب ج واو في قياس زاوية واو تساوي 50 درجة، إذا قياس زاوية هاء ب ج تساوي 50 درجة لأنها بتقابلها فزيها. بما أن الشكل أ ب ج د متوازي أضلاع، الشكل اللي فوق ده متوازي أضلاع أ ب ج د، تستنتج إيه؟ قياس زاوية ب تساوي قياس زاوية د 115، فهمت؟ إذا قياس زاوية أ ب ه اللي هو عايزها بقى تقول 115 ناقص 50 اللي احنا طلعناها فيديني 65 درجة. واضح كده يا ولاد؟ الكتابة واضحة، شايفينها؟ فاهمين؟ طيب السؤال اللي بعده،
ألف باء جيم دال متوازي أضلاعها، بيقول لي أوجد قياس زاوية باء جيم دال الزاوية دي وألف دال جيم. طب هي الفكرة هنا إيه؟ الفكرة هنا إن زاوية ألف وزاوية ب الاتنين مجموعهم 180 درجة، فأنت هتجمعهم وتعملهم معادلة وتساويها ب 180. بما أن عشان نطلع قيمة السين يعني، بما أن الشكل ألف باء جيم دال وزن الله زائد س زائد 2 س زائد 5 س ب 180، 3 و 5 8 8 س بتساوي 180، يبقى س بتساوي 180 على 8. ماشي، هو عايز يزود باقي الجيم ده بقى، الزاويه دي كلها اللي هي عباره عن 3 س يعني. الس 180 على 8 ممكن نبسطها، نقسم بس المقام على الاتنين تبقى 4، وهنا على الاتنين فيها 90، نقسم على الاتنين فيها 45، على الاتنين في 2 45 على الاتنين فيها 22.5، يبقى س ب 22.5. هو عايز قياس زاوية ج، زاوية ج دي كلها زي زاوية أ، لأن دول متقابلتين مساويتين، دول أ ب 3 س، يبقى 3 في 22.5، 3 في 5 ب 15، 2 في 3 ب 6 1 7، 2 في 3 ب 6 67.5 درجة، اللي هي زاوية ج كلها. رجع قال لي هات لي زاوية ألف دال ج اللي هي اللي هنا، يبقى اللي فوق دي هتكملها بقى، تقول لي 180 ناقص الزاوية اللي أنت طلعتها، لأن قياس زاوية دال زائد قياس زاوية ج ب 180 درجة، يبقى 180 ناقص 67.5 هيديني 112 درجة، 112.5 درجة، فهمناها؟ السؤال اللي بعده، ألف باء جيم دال متوازي الأضلاع في قياس زاوية ألف بخمسين، فإن قياس زاوية جيم ألف بخمسين تبقى جيم برضه زيها بإيه؟ بخمسين، لأن كل زاويتين متقابلتين مستويتين في القياس. الشكل اللي بعده، ألف باء جيم دال متوازي الأضلاع في زاوية ألف زائد قياس زاوية جيم ب 140. طب ما هي ألف وجيم زي بعض، يبقى تقول 140 على الاتنين كل واحدة ب 70 درجة، تبقى جيم ب 70. الألف هتبقى بسبعين ودي سبعين، هو عايز بقى ب، ب دي تبقى بمية وعشرة. تاني يا ولاد عشان اللي مش فاهم، ألف بقى جيم دال متوازي أضلاع، الألف لما جمعناها مع الجيم كل الاتنين مجموعهم 140، يبقى كل واحدة بسبعين، هنا بسبعين وهنا بسبعين، هو عايز زاوية ب، ب هتكمل الألف، هقول 180 ناقص 70 هيديني 110 إيه درجة. طيب إذا كان طول الأضلاعين متجاورين في متوازي الأضلاع 3 و5، فإن محيط هذا المتوازي، أنا متوازي أهو في ضلع 3 و5، يبقى اللي قباله 3 وده بخمسة، يبقى نجمع 3 زائد 5، 3 زائد 5 8 و8 16 يعني. إذا كان محيط المتوازي 25 سنتي وطول أحد الأضلاع 7، فإن الضلع المجاور، الضلع المجاور اللي يجيبه الزاوية ده، أقول نص المحيط اللي عندك ده ونطرح منه البعد اللي عندي. يعني إحنا عندنا متوازي أهو، هنفرض ده س وده س، وهنا 7 وهنا 7، وهما كلهم مجموعهم 25، يبقى نجمع 7 و7 14 زائد س وس اللي هي 2 س، كل ده ب 25، يبقى 14 زائد 2 س يساوي 25، يعني 2 س يساوي 25 ناقص 14، 5 ناقص 4 1، و2 ناقص 1 1، فاهمني يا ولاد؟ ولا تاني عشان اللي مش فاهم، انت بتجيب نص المحيط وتطرح منه البعد الموجود وخلاص، يعني ممكن تقول 15 ناقص 12 ونص ناقص 7 يدي 5.5 مباشرة. دي طريقة، أو طريقة تانية أنت ترسم 7 و7 وس وس، فرضنا اللي يساوي س وس يا ولاد، يبقى الاتنين س بيساوي، اتنين س بيساوي المحيط كله ناقص مجموع الضلعين دول، 25 ناقص 14 وقسمنا على الاتنين يطلع الناتج 5.5. الشكل المقابل عايز طول هاي جيم ده، هنا ده بخمسة وده بتسعة وده بتمانية، يبقى طلع اللي قبله ده بتمانية. طب أنت عندك ده متوازي أضلاع، أ ب ج د متوازي أضلاع، دي بخمسة تبقى لو قبلها بكام؟ بخمسة برضه، يبقى 9 ناقص 5 ب4، القطعة اللي هنا ب4 وهنا القطعة ب8، هو عايز طول هاء جيم اللي تحت ده. طب نجيب هاء جيم ازاي؟ كام سنتيمتر؟ إذا كان محيط المثلث هاء باء هاء جيم ب18، المثلث ده محيطه ب18، يبقى 8 زائد 4 ونطرحها من 18، 8 و4 12 من 18 يبقى 6، يبقى القطعة طولها بكام؟ ب6 سنتيمتر، هي باء.